تابع قناة ايزي ايرن، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا موقع الاستثمار عملة الروبل 140% بعد 4 ساعات. نروح نشوف الموقع كده مع بعض. ادي دي الموقع اهو، صفحة التسجيل. تكتب عنوان محفظة البر بتاعتك وبتدوس على كونتينيو. انا متابع الموقع دون بقالي وقت قليل، لان ساعة وساعتين لقيت الموقع شغال تمام والسحبات بتوصل وكل حاجة فيه تمام. بنكتب عنوان محفظة الباير بتاعتنا هنا، أو بعد ما بتكتبها بتدوس على continue بيوديك للداشبورد على طول. ادي الداشبورد من جوه اهو، بيجيب لك طبعا احنا لسه مسجلين فما عندناش اي حاجة، فهتكتب هنا انت عايز تودع كام، مثلا 10 روبل. هنجرب كده الموقع مع بعض. هيوديك على محفظة الباير عشان تأكد الايداع بتاعك، بتختار عملة الروبل وبندوس على confirm. بعد 4 ساعات بإذن الله بيوصل السحب من غير أي ما تدوس انت على سحب ولا حاجة، السحب اوتوماتيك في الموقع دون. هيدوس على هيعمل سحب على طول، يوصلك على المحفظة 140 بتوعك في المية. هننزل كده هنلاقي ان الإيداع بتاعنا تمام. لو بصينا كده هنلاقي ان المحفظة بتاعتنا هي آخر واحدة. لك فاضل 4 ساعات والربح بتاعنا هيكون 14 روبل. وبكده خلصنا شرح النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.